السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع وهران، وبالضبط في بلدية ليلات بالقرب من وهران، أين نتعرف على مزارع ضخمة لنبات دوار الشمس اللي راهي الآن فيه بعض المستثمرين اللي توجهوا نحو زراعة هذه النباتات. يعني هذا النبات اللي كان يعني في القديم يعني لسنين مضت كانت زراعة نبات الشمس هذه موجودة في الجزائر، والآن يتم الاستثمار فيها، خاصة بعد انطلاق 3 مصانع اللي استحقها البذور الزيتية في وهران وفي غيليزان وكذلك في بجاية. إذن إن شاء الله يكون فيه مستقبل واعد لهذه النباتات، يعني تاع دوار الشمس وكذلك نبات الكرزة وكذلك نبات السوجة اللي سوف تلقى الاستعمال تاعها في هذه المصانع. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو عن هذه المستثمرة الفلاحية لإنتاج دوار الشمس في بلدية ليلات في ولاية وهران. والسلام عليكم.